جاهزين. انت تمام؟ عايز وعد منك. طبعا. لو العلاج فشل اقتلني. هينجح. انا مفيش قدامي وقت كبير، عايز فرصة اودع فيها. انا مش هينفع اخسرك. انا عمري ابدا ما هتخلى عنك. الجرس ده مش للزينة، اقعدوا في أماكنكم. أنا وصلت. صباح الخير، عندنا مدرس جديد هينضم لينا النهاردة. أهلا، أنا اسمي بيتر، مستر باركر. وكلنا محظوظين النهاردة عشان دي حصة فيزياء، والفيزياء عظيمة. محدش سأل إزاي بعض الحشرات والطيور والزواحف بتقدر تجري على البركة؟ الإجابة التوتر السطحي. الحمام؟ تمام. التوتر السطحي بيعتمد على التماسك، وفي شكل معادلة التوتر السطحي جاما ممكن نحسبه بالقوة المبذولة بالتوازي مع السطح السائل. قاف مقسومة على الطول طه من الخط اللي بتأثر عليه القوة. في حد؟ أنا محتاج مساعدتك. سيد موراليس، مش كده؟ متأكد ان دي حاجة مش هتقدر تعملها؟ متأكد. تمام يا جماعة، اقروا الفصل الرابع او الخامس او اي حاجة. مايلز محتاج للوظيفة دي، لو المديرة رجعت ولقيتني مش موجود انا كده هترفد. عارف، بس لازم تشوف ده. ماركو، اشمعنى النهاردة؟ أنا أكيد هترفض. المديرة إيفنز متغاظة مني علشان اتأخرت الصبح. صاحبي، أنا قلت لك ما تتأخرش. مش مشكلة، هنرجع بسرعة جدا. كويس، عندي مراجعة لطلب الكلية مع مستشار المدرسة. خلصت مقالتك؟ لسه ما بدأتش. طيب يلا نوصل المدينة ونخلص موضوع ماركو بسرعة. يا شباب، يا ريت تحاولوا تنجزوا اسرع شويه. بتحرك في بروكلين. جيمسون خلاكي في الحدث عشان البيوجل؟ مش قادر اصدق ان تريبل جاي مديرك الجديد. عاجبني النظام الجديد ده قوي. هتقدري تقنعيه بنفسك على طول. ايه بقى مشكله ماركو؟ بقالنا سنين ما تواجهناش. حسب كلام الشهود هو كان بيجري في برودواي وبيهرتل بالكلام.
بيقول انه كان متعصب وقلقان وموهوم تقريبا انفجر. يا خبر، يا ريت نعرف نهديه. شفت الناس بيحصل لها اللي حصل له ده؟ خدوا بالكم. كويس ان في اتنين سبايدر مان دلوقتي. بالتوفيق. شكرا ام جي. جايز نحتاج التقنيه اللي شغالين عليها. مستحيل، ما اختبرناهاش، مجرد نماذج اوليه. بس انت جبتها صح؟ لا تعليق. بتهزر، لازم نساعده قبل ما يأذي حد او يأذي نفسه. الدراع ده شكله خفيف، جايز يكون جعان. هات الكبير ده وجبة خفيفة. احنا لازم نرجع الحطام ده ليه. أشرح الفيزياء وأتكلم في مواضيع غريبة في استراحة المدرسين. استخدموا السلالم يا جماعة. الحقوني. سبايدر مان، لازم توقع على استلام الطلبية دي عشان جاية بسرعة. أنا هنا. مسكته. نسخ ماركو؟ يا ريتني كنت أعرف أعمل كده. نزلت عم التايخ ده، بس مش قبل ما يرجع على بدلتي. ده مش لوحده، ساند مان رمى شوية أصحاب جداد. إيه ده؟ يقدر يعمل كده؟ شكلي كده، محتاجك دلوقتي. مستر باركر، انا اسف، مين معايا؟ المديره ايفنز. طبعا
المدرسة. كل الطلبة مشوا وسابوا فصولهم خلاص. انت فين؟ انا بس اديت حاجة في عربيتي. هو ايه ده؟ ولا حاجة، انا بس نجحنا؟ أنا لازم أمي أرجع بسرعة دلوقتي. ارجع هنا حالاً واشرف على الطلاب، وإلا شكل الموضوع ما يطمنش. انت كويس؟ مايلز، المديرة ايفنز اتصلت. ايه ده؟ هو انا هتطرد؟ هي انت بس غبت عن الدرس، لكن انا سبت الطلاب وفي حالة طوارئ عامة في المدينة. رحت بداهية. أظن إن هو برضو ما بيحبش الكهرباء. نفس اللي في دماغك. أكيد الضربة وجعته. محتاجين مية أكتر. أضربه بالشبك وأنا معايا شرار. أحاول أخلي المية شغالة دلوقتي. الكهرباء دي الفرصة. شبك من صنع ايديا دلوقتي هقدر اقرب. في حد طلب شويه ميه؟ مش هتخلص مني بسهولة. دور جانكي، ورينا مهاراته. جانكي سامعني؟
صاحبي حاجة تجنن. أيوة أنا عارف. اسمعني، محتاجين مصدر مياه كبير جنب وول ستريت. خليني أراجع الشبكة وأتبنى في نفسك، وأنت كمان يا مستر بارك. حاضر. صح. ايه؟ عارف؟ جانكي عارف كل حاجة، واحنا اتصرفنا بطريقة غريبة في الفصل قبل كده. ما كانش ينفع درس في مدرسة للموهوبين. المواجهة المباشرة. عايز تاني؟ نفعت، لازم بس تكمل. نستلم شوية رمل. هم مستحيل. قول له أخبار الطقس يا سبايدر مان. 100% المطر هيمطر. وصلنا للمكان اللي عايزينه. شباب، خزان المية اللي فوق مبنى ماديسون هو الحل. في حوالي 30,000 لتر مية. تمام، شكرا يا جانكي. لازم تبطلوا بعيدين على اكل. فاكر وصلنا للمكان اللي عايزينه؟ بعترف اني ممكن اكون اتطلعت. وحجمه كمان بيزيد. قربنا جدا. كزين المية. سبايدر مان، نفسي أعيش حياة طبيعية زي كل الناس. مش بالطريقة دي يا ماركو.
لحد زيي موت مش طريقة تانية. الموضوع فلت مننا. بيت ايه اللي حصل؟ انا وصلت برا، كمل طلوع بس وهنتقابل على السطح. فرصتنا الوحيدة في خزان المية ده. انت فين يا بيت؟ خليك جوا. شكله مشغول، اليوم هيطول لو ما وصلناش لخزان الميه. كمل حركه يا مايلز. لسه قدامك فرصه حياه. يا خبر، ليه ماركو ما يبنيش قلعة رمل بدل الجنان ده؟ ماما كل حاجة تمام؟ أنا مع بيت. عارفة أنت على كل قناة. هروح وسط المدينة أساعد في تأمين المواد والإمدادات. جانكي بيغطي غيابك في المدرسة. أيوه، بس أنا عندي اجتماع مع مستشار المدرسة والمديرة فاكرة أني. اسمع، أنا ممكن أتكلم مع المديرة، بس نيويورك محتاجة ليك دلوقتي. أحسن أم في الدنيا. أرجوك خلي بالك من نفسك. بحبك يا بي. زي ما بتقول ماما، ما ينفعش أخذ نيويورك. ياريت أقدر أكتب عن الصراع ده في مقالتي. هدخل ساعتها أي كلية أو سبايدر مان. خلاص فكر بعدين يا مايل، ركز. خزان المايه ده بتاعنا.
هياكلني. يلا نجيب له حاجه يشربها احسن. احنا نجحنا. لا بيت، طلع اللعب الجديده. اخر تحديث للبدله ما كانش مستقر، بس يلا نجرب ونشوف. أجنحة الشبكة دي بتطير. لسه ما خلصناش منه. ماركو على شط رصيف 4. هيعمل ايه لو وصل لكمية الرمل دي؟ ده شكله وصل لها. انا هبقى محتاجك يا مايلز. ماشي، انا شايفه دلوقتي. انا وراك. مايلز، مايلز. اخر تحديث للبدله ما كانش مستقر، بس يلا نجرب ونشوف. أجنحة الشبكه دي بتطير. لسه ما خلصناش منه. ماركو على شط رصيف 4. هيعمل ايه لو وصل لكميه الرمل دي؟ ده شكله وصل لها. انا هبقى محتاجك يا مايلز. ماشي، انا شايفه دلوقتي. انا وراك. مايلز، ايه اللي وردت نفسي فيه ده؟ بس لازم تهدى شويه يا ماركو. في ارواح بريئه في خطر. انت خايف علي مش على شيء. بس ما هوش خايف على ماركو، بس مش هيتجاهل. مايلز، مفيش غيري. عندك أفكار؟ أيوة، الفصل رجع تاني. الفصل، عاصفة ماركو بتولد كهربا كتيرة جداً. ايه اللي هيحصل لتوتر الرمل السطحي لو انت علقت الفولت؟ بيتحجر زي ما صعبت اتباعه. امتياز، اسحب طاقه كافيه وانا هنشن عليه حالا. انت عاوزنا نتعرض لصعيبه برد؟ تقدر تتحملها؟ طريقه واحده عشان نعرف. زي ما قلت لازم نخرج شوية لعب. يا سبايدر مان، يلا اتحرك. ايه انتوا مش عايزين تستسلموا؟ عندنا وعدنا نحمي المدينة دي. ما
تمام. في رمل موجود في كل حتة. ماركو كله هيبقى تمام. أنا مش تمام من فترة طويلة. لو محتاج مساعدة كل اللي عليك تطلب. انتوا اللي هتحتاجوا مساعدة لما يجولكم. يقولنا بقيت بطيء قوي لما عجزت يا سيرجي. بس انت مش هتلحق تعجز. انا ماشي وراك بقالي كتير وانت ولا حاسس. انت فاشل. أنا طلبت خصم ليا وهو ده اللي لقيتوه. يا زعيم احنا ممكن نجرب منطقة جديدة. ولعوا النار. يلا الصيد الكبير بدأ. التطبيق عطلان. بيت شايف ده؟ استنى لحظة يا مايل. أنا هنا ما تقلقوش. ايوه هنا برضو. اهلا جانكي. عارف شبكه الاتصالات عطلانه في المدينه. هو ايه اللي بيحصل للطلبات اللي جايه؟ على قائمه الانتظار. لكن استنى هحاول الاقي حل تاني. انجز بسرعه. قبل ما التطبيق يقفل شفت طلب مساعده عند تمثال الحريه وبرودواي. على هناك حالا.
مش ممكن. ماركو، هو ايه اللي حصل لك؟ ما خدتش بالي. حي المالي بعد عمليات التدمير اللي عملها. هناك هم. هناك؟ هنقذك، اجمل. انت كويس؟ دلوقتي. شكرا ليك. القائد محتاج مساعدتك يا سبايدر مان. بس الشيء الاكيد اننا قابلين على ماركو وحنصر ونحن على الأخطاء. سبايدر مان، ممكن دقيقة؟ جيت اتصال من الضاحية اللي قدام، بس الخط قطع، لازم نخلص موضوع الفارس ده. تمام يا فندم. مستر باركر، ساعدني اوصل التطبيق بالنت. محتاج ايه؟ اطلع على سطح المبنى فورث ولافايات. ايه هي الخطة؟ هتاخد ساعات قبل ما شبكة الاتصالات ترجع تشتغل، فاحنا هنعمل شبكتنا الخاصة. ده شغل على كبير. من امتى بتخطط لكده؟ احلم بكده من اولى اعدادي، لكن التخطيط في اخر لحظة. أكيد في جهاز إطلاق قريب. إيه الحاجات دي كلها؟ دراسة بيئية جديدة، جهاز الإطلاق لأجهزة استشعار الطقس على ارتفاعات عالية. والشركة الجديدة دي إدتنا تصريح؟ أيوة، خلصت الحوار مع المسؤول الكبير، لطيف ومتحمس يساعد سبايدر مان. طيب، قولي أعمل إيه؟ لسه عندك الطبعة 3D اللي في قذف الشباك صح؟ عايزك تصنع حاجة بسرعة. بعتلك المخططات. أيوة. شكلها زي المتتبع. احنا مش بنتجسس يا جانكي. أوه لا لا لا، الاشتراك بموافقة. سكان نيويورك هيبعتوا رسائل للتطبيق بتتوجه من المتتبعات دي اللي أنا سميتها المتتبعات الصديقة. ألف ميم ألف صاد. هو أنا اخترعت صاحب ليا؟ ايوه. اولى اعدادي كانت مفيده جدا ليا. طيب دلوقتي ازاي اخليه يطير؟ في اشارات مرور تنفسيه كتير، فامشي على المسار اللي حددته على اقناعك، هيدينا اشاره اوضح. لازم الشبكة تبقى أونلاين. خليني أبلغ مستخدمي التطبيق. التقارير هتبدأ تظهر في أي لحظة دلوقتي. نجحنا. نشوف شغلنا. الشرطة مشغولة دلوقتي في موضوع الرمل.
سرقة أسلحة؟ مش وأنا موجود. التزموا بالخطة. عنكبوت مدفوع. كانت فكرة مين دي إنه يتعمل نادي رماية في المدينة؟ متهيألي هقدم عريضة لتبديل كل نوادي الرماية بحاجة أحسن. ابعدوا عن طريقي. زي نادي مجاملات. المجاملات ما بتأذيش حد وبلاش. يعني مثلا انت بتستحمل الضربات حلوة قوي. شاطر. يلا بينا. اسمع هشتغل على فكرة جديدة. مسدسات اقل ومجاملات اكتر. كانوا شلة كبيرة بيستفيدوا في الوقت اللي المدينة فيه غرقانة بالرمل. ياريت نعرف اللي حصل لماركو. في غيرهم جاي. يلا نرحب بيهم على طريقة سبايدي. ابعد عن طريقنا. ايوه قوة من قوايا الخارقة. يا شباب التطبيق بتاعي مقفول. عارف بشوف حل هنا. اديني دقيقه هكلمك تاني. يا خبر هو اتضايق مني. التوتر ساعات بيطلع في صوره عصبيه. ركز في الناس اللي محتاجين مساعده دلوقتي. شكلك متضايق. مش متضايق يا مايلز، انا مركز. ده اللي ماما بتقوله لي لما بتتضايق. يا جدع انت عارفني من زمان قوي. عمرك شفتني متضايق منك؟ بيتهيألي ده كان مجرد سؤال بلاغي. افتكرت مرة كده كنا بنلعب على لوحة الألعاب عندك في البيت وفضلت تخسر. ما كنتش متضايق منك، كنت متضايق من العالم. راح علينا يا عم. ما تقدرش توقف سبايدر مان. امسكوا العنكبوت. قناص اتصاب. هناك عندها مشكلة تنفس. مايلز مشغول؟ محتاج ايه؟ روح على سطح المبنى القريب ده. بقولك شكلك كنت متوتر من شوية. انت كويس؟
حاجات كتير بتحصل وجعان، وماكينة البيع ما فيهاش الا مقرمشات قليلة الصوديوم ملهاش طعم. حظ زي الزفت. هتصرف. بقولك اخيرا هعمل تحديث التطبيق اللي كنت بتكلم عليه بمساعدة المتتبعات صديقتي. عارفك مش هتفهم حاجة من كل اللي انا بقوله لسه، بس هتفهم حاجة. لسه عندي شغل اعمله. تمام، وصلت. أكيد في جهاز إطلاق قريب هنا. مش شايف حاجة تشبه جهاز الإطلاق. يمكن تحت الرمل؟ تمام، شفت جهاز الإطلاق. وبعدين هتطبع متتبع 3D. دلوقتي فهمت. ألف ميم ألف صاد. خلينا خمن. حرف ميم ده يعني متتبعات؟ قربت، بس ده مش مهم. المهم دلوقتي إنه بيستخدم إشارات مترابطة مكانية وزمنية. يعني دي حسابات لاسلكية؟ انت عبقري يا جانكي. شكرا. حددت عشان نوصل للاستقرار الاعلى للشبكة. لو مشيت على المسار هتوصل لنا اشارة اقوى. طيب الشبكة المحلية متوصلة. تقرير جريمة جديد. شايف في طريق. سبايدر مان كان في نادي الرماية، لازم نتحرك قبل ما يوصل. ازيكم؟ أي مساعدة؟ ضيعتوا المفاتيح؟ في خبير إقفال آخر الشارع. كل الهصة دي عشان مدرعة واحدة؟
مش شايفين انها افورة؟ اخلص. ايه رأيكم بدل السرقة انكم ما اعرفش تساعدوا في انقاذ الناس؟ مش هيهرب من ده. انت كويس يا ابني؟ ايوه يا ماما. انت كويسة؟ ايوه، انا في وسط المدينة بساعد جلوريا في فيست. قابلتوا استاذ سميدة؟ لا. قلنا ايه؟ سبايدر مان مش هيدخلك الكلية. هننجح يا ماما، اوعدك. لازم امشي. اسلحة تقيلة؟ هنوقفك. يا خبر. المفروض أكون في حصة الفيزياء دلوقتي، بحفظ المعادلات المجردة للحالات الافتراضية. خلصوا ليه؟ بيتهيألي عجباني الفيزياء دي أكتر. يلا بينا. ماشين عليهم بالضبط. اقتلوا العنكبوت. دي نصيحة منيلة. وصلت لها. هتاك يا سبايدر مان. تمام، التطبيق اتحدث. افتحه. لازم أركز، الناس محتاجاني. Yeah.
اتضربت في الحيطة وخط الغاز بيتدمر. قلورة؟ هشوف كده. هو احنا مش خلصنا منك؟ انت لسه هنا يا ماركو؟ بيتهيألي هحارب ساند مان تاني. هو هرب ولا ايه؟ لا انا فرفته هو قدامي اهو، بس انا مش مطمن. زي ما قلت هكلم الدكاتره كلهم. حلو قوي، انا دلوقتي اتضايق. تمام، كلمت الدكاتره. في بطوره رمل كده قريبه منك؟ ايوه. تمام، الدكاتره قالوا ان مخ ماركو ما بقاش شغال، حرفيا اتقسم لمليون حته. غريبه، امال ليه بتوع الرمل دول بيهاجموني؟ غالبا اجزاء من العقل الباطن بتحاول تحمي ايا كان اللي جوه البلوره. بس اسمع، لو قدرت تلاقي كل الأجزاء بيقولوا هتقدر ساعتها ترجعه كامل تاني. واضح إن شغلانة الرمل دي مش سهلة. طيب يا ماركو، يا ترى عقلك الباطن كان بيحمي ايه؟ انا بسامي كنت معاك، واللي بعدها اختفيت. البلورة بتتكلم؟ ماشي، واضح ان فيها جزء من ذاكرة ماركو. ام جي قالت ان في بلورات متبعثره في كل انحاء المدينه، لازم افتح عيني. بقول لك تيجي نشوف ايه الطلب ده؟ في شخصيه مهمه محبوسه في ليموزين. زلني ده حقيقي.
انتوا ابعدوا عن الليموزين. العنكبوت هاتوه. مش كفاية مصورين وكمان بمسدسات؟ مفيش أوحش منكم. اضربوا. هو احنا ليه ما ينفعش نسيب الناس في حالها؟ نطمن الأول على اللي في الليموزين. جاي جونا جيمس، لازم اقول لسبايدر مان. سيد جيمس، يلا نوديك المستشفى. سبايدر مان، لازم تشوف مين الشخصية المهمة اللي في الليموزين. انا جسمي اشعر بجد. هقفل المحبس وجاي في الطريق. سيد جيمس، انا سبايدر مان، معايا؟ اهلا يا سبايدر مان، بصوا مين هنا. انا فين؟ سبايدر مان. جونا حبيب قلبي، انت كويس؟ الحقوني، انا اتخطفت يا عالم. ايه؟ لا، انا بساعدك يا عم. ياخد صوره، ده مجرمين مقنعين بيخطفوا الصحف يا حبيبكم. في حاجات ما بتتغيرش ابدا. خليك لطيف مع الدكاتره. حاجة ما تصحش. أنا مجانين، وحاط شوية مجانين. بس جي جونا جيمسون مش هيروح في حتة. سامعين؟ أنا مش هروح في حتة. استنوا على فين؟ واخدني على فين؟ مستر باركر، أنت فين بالظبط؟ المديرة إيفنز. أهلاً. أيوة، ده أنا بيتر باركر. أنا آسف، كان في حالة طوارئ وهوصل في أقرب وقت أوعدك. يستحسن أشوفك خلال 10 ثواني. لا، الصوت بيقطع، الشبكة وحشة. مش مصدق اللي عملته. هو فين أستاذ سميدة؟ ده لسه ماشي، شكله كده طالع في أجازة. هو إيه؟ ده ما يتصدقش يا هيلي. كمان وإنت مش هنا، أنا اكتشفت إني أخدت المنحة بتاعة راند. ده بجد؟ دي حاجة جامدة جداً. يوم مليان أخبار حلوة. أنا فاتني كتير بجد. لا بجد، أنا مش قادر أبص، بس أنا برضو مش قادر ما أبصش. المديرة إيفنز. أيوة، شوفوا مين اللي قرر يجي. بصي، أنا عارف إن الموضوع وحش فعلا، وأنا فعلا آسف جدا. الموضوع كبير. أنا عارف 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 عارف. أنت مستكفر. دي آخر حاجة كنت عايزها تحصل، ومش هتحصل تاني. خلاص جبت آخري. لا أنا بلاش أعذار مرة تانية. مهمتك هي إنك تحمي الطلاب، مش إنك تسيبهم. أنت مطرود. آه،
صاحبي، انت سبايدر مان، اكيد صعب تحافظ على شغلانة. بس واثق انك هتلاقي الحل. أهلاً، زعلان إنك اتطردت. أنت مش أسوأ مدرس جالنا لو ده هيساعدك. ممكن أحط ده في سيرتي الذاتية؟ طب اسمع، في مسابقة تصوير في نيويورك بوليتن، أنا لسه باعت صورة مبارح، فلوسها مش كتير بس هي فلوس. ده جورنال روبي روبرتسون، اشتغلنا مع بعض في البيوجل، متهيألي أنا عارف إيه اللي بيحب. شكراً يا مايلز. مش مشكلة، ممكن أبعت له شوية لقطات لو فضيت. روبي كان دايماً بيقول لي ما تورينيش المدينة، وريني نيويورك. حاجة مدهشة.